سليم موسى العشي أو داهش من أكتر الشخصيات الغامضة في العالم العربي. ارتبط اسمه بالخوارق والقدرات الخاصة، ووصفوه بالساحر والمشعوذ، وفي بعض الأوقات وصفوه بأنه شيطان الأرض. وإيه حكاية الديانة الدهشية؟ 1909 اتولد سليم موسى العشي، وهو أديب لبناني وواحد من أكتر الشخصيات الغامضة في القرن العشرين. سماه صحفي من الصحفيين داهش، وده بسبب قدراته الخارقة للطبيعة اللي كانت بتدهش الناس. الورق العادي كان بيتحول في إيده لفلوس حقيقية، والخشب كان بيقدر يحوله قدام كل الناس لذهب، وإثباته لناس كتير إنه بست أرواح. ده غير إنه بيقدر يتكلم بأي لغة في العالم مهما كانت، وقدرته على شفاء الأمراض بلمسة واحدة منه في جلسات روحية قدام شهود كتير من الأطباء. مرة لجأت له ست فلسطينية بتعاني من مرض البهاق، وكان المرض في مرحلة متأخرة وانتشر في جسمها كله، فقررت تسافر لبنان علشان تقابل دكتور داهش. فعمل لها جلسة روحية شاهدها أكتر من 30 شخص، منهم 5 دكاترة كشفوا على حالة الست دي الأول، وأكدوا على صعوبة المرحلة اللي فيها. وبلمسة واحدة على أيديها بدأ جسمها هيرجع للونه الطبيعي، والجلد يتجدد قدام كل الشهود. ده غير قدرته على التنبؤ، يعني مثلا سنة 1963 وقبل اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي باسبوع، بعت دكتور داهش رسالة في ظرف للمحامي الكبير والوزير السابق بلبنان ادوارد نون، وطلب منه انه محدش يفتح الرسالة دي تحت اي ظرف الا باذن مباشر منه. وبعد حادثة الاغتيال باسبوع سأل بعض الاشخاص الدكتور داهش اذا كان عارف عن الحادثة قبل ما تحصل ولا لا، فكانت المفاجأة انه قال لهم انه كان عارف، وان بعت كل التفاصيل على بيت المحامي، وقال لهم ان الاستاذ نون عنده في الخزنة بتاعته نبوءة كان بعتها ليه من اسبوعين. ولما راحوا للمحامي وفتحوا الرسالة اكتشفوا ان دكتور داهش كان كاتب تفاصيل الاغتيال بالظبط، الحادث بشكل دقيق جدا، وازاي تم اغتياله بالتفصيل، وتنبأ كمان بمين اللي عمل كده. كل حد اختلط بالدكتور داهش شاف معجزاته. وفي حكاية مرعبة منتشرة في بيروت بشكل كبير، خصوصا في منطقة زقاق البلاط اللي فيها بيت الدكتور داهش، انه في مرة راح للحلاق علشان يقص شعر، لكنه لقى زحمة كتير جدا موجودة، والحلاق طلب منه انه يستنى دوره خلال ساعة او ساعتين. والناس حكوا انهم دخلوا في حالة رعب عمرهم ما شافوها قبل كده، لما لقوا دكتور داهش فصل راسه عن جسمه وسابها للحلاق وقال له هبقى اجي اخدها منك لما تخلص حلاقة. وفي شهود عيان في منطقة دكتور داهش اكدوا انهم شافوا الواقعة دي بنفسهم، وبدأوا يوصفوا دكتور داهش ساعتها بأنه راجل مشعوذ وساحر. بعد ما انتشر اسم دكتور داهش في كل مكان، وصلت أخبار معجزاته لأوروبا، وقررت جمعية المباحث النفسية في باريس إنها تستضيفه. وسافر دكتور داهش مع أخته أنتوانات، وهناك طلبوا منه أن يثبت قدراته دي قدامهم، فطلب منهم أن هم يحطوه في صندوق حديد مقفول بأقفال كبيرة جدا ومحكومة كويس جدا، ويدفنوه في قاع نهر السين لمدة 7 أيام تحت الحراسة المشددة. العلماء اللي في الجمعية خافوا وطبعا من خطورة العرض ده، لكنهم رجعوا له تاني ووافقوا بعد ما مضى إقرار إن التجربة دي على مسؤوليته الشخصية. وفعلا عملوا اللي طلبوا وجهزوا له الصندوق وهو دخل جواه، وبعد 7 أيام وقدام 150 شاهد من علماء الجمعية المهتمين بالظواهر النفسية الغريبة، طلعوا الصندوق وفتحوه لقوا فيه جسم الدكتور داهش بيتحرك وبيبتسم لهم عادي، وكأن الموضوع ما فيهوش أي حاجة. وبعد الموضوع ده منحوا الدكتور داهش شهادة في العلوم النفسية سنة 1930. وبعدها معظم الجمعيات المهتمة بالخوارق أو بالعلوم النفسية العميقة اهتمت بشخصية دكتور داهش، وبدأت تكرمه في أكتر من احتفال، لحد ما جت سنة 1942 أعلن الدكتور داهش في بيروت عن رسالته الروحية اللي سماها الداهشية، مع العلم أنه كان بيأكد أن المذهب الداهشي هو مجرد مزيج روحي ونتاج فكري من نبع الأديان السماوية اللي مؤمنة بسلطة ربنا وبوحدانية الكتب السماوية والاعتراف بجميع الأنبياء، بيدعو فيه الناس انها تبص على جوهر الأديان مش القشور منها. يعني لو حضرت جلسة روحية ليه وانت مسلم هتطلع منها ايمانك زايد اكتر، وده نفس اللي هيحصل مع باقي الأديان السماوية. الداهشيين مؤمنين ان دكتور داهش ده رجل روحاني بيحمل فلسفة عميقة بتدعو للسلام
السلام والأخوة ونبذ الكراهية والخلافات الدينية، وكانوا بيروحوا بيته في بيروت بشكل دوري علشان يتباركوا منه. والبيت ده لسه موجود لحد النهاردة في منطقة اسمها زقاق البلاط في وسط بيروت. داهش سمعته وقدرته على التأثير في الناس بمجرد النظرة اجتاحت لبنان كلها، لدرجة ان معظم اتباعه كانوا من كبار رجال الدولة والمثقفين، وبقى ليه شأن كبير في عهد الرئيس اللبناني بشارة الخوري اللي كان بيطارد داهش وجرده من جنسيته اللبنانية ونفاه من لبنان تماما، وده بعد اعتناق ماري حداد اخت زوجة بشارة الخوري المذهب الداهشي واللي كانت من اقوى اتباعه وكانت بتتكلم عنه كتير جدا في كل جلساتها الشخصية. جلسات داهش الروحية اللي كان بيعملها في لبنان كانت بتبقى مليانة بالأحداث اللي محدش بيكون قادر يفسرها. فسر دكتور داهش في لقاءاته ان قدراته الخاصة دي انها امر مش معقد، هو بيقدر يتواصل مع الارواح في خلال جلساته، بتتجسد الروح وبيقدر يكلمها وتكلمه بشكل واضح، وهي اللي بتعمل الخوارق ودلالات على وجودها. يعني احيانا داهش لو حد طلب منه ان يعيد ليه حاجة ضايعة، بيطلب داهش من الروح اللي بتجيب الشيء الضايع ده من خلال ثواني، مهما كان مكانه ومهما مر عليه سنين الشيء ده كان ضايع، بيقدر يجيبه تاني عادي. لكن هتفضل اغرب معجزاته ان كل اللي شاف دكتور داهش في الحقيقة اكد انه بست ارواح، واحدة اعدمت بالرصاص في اذربيجان عام 1948 وموثقة بصور ووثائق نشرتها كل الصحف وقتها، لكن في الحقيقة في نفس التوقيت كان في مكان تاني خالص بياكل في مطعم، واتضح ان اللي اتعدم بالرصاص دي واحدة من شخصياته. شاهد على شخصيات وارواح داهش دول ناس كتير جدا اللي بيقسموا انهم كانوا بيشوفوا اكتر من نسخة من دكتور داهش في نفس الوقت، كأنه اتعمل له اكتر من نسخة بتتكلم مع الناس عادي. بتحكي ماري حداد في مقابلة تلفزيونية انها في يوم كانت خارجة من اوضتها وشافت داهش قدامها كان لابس بدلة كحلي، وبعد لحظات ظهرت شخصية تانية ليه من اوضة النوم لابسة بيجامة وبتتكلم مع الشخصية الاولى عادي. اتصدمت ماري حداد من المنظر وفضلت ثابته مكانها فقد القدرة على النطق لحد ما باب البيت خبط، وأمرها داهش إنها تفتح الباب، ولما فتحته لقت شخصية تالتة لداهش بلبس مختلف تماما، وشخصية رابعة كمان لقيتها في المطبخ بتاكل، وكل ده في نفس الوقت. من بعدها شهدت ماري حداد وأسرتها بمعجزات كتيرة من داهش اللي خلتهم يعتنقوا المذهب الداهشي ويبقوا من أقوى أتباعه في لبنان. وكانت بتحكي في مرة إنها سنة 1943 كانت في بيته وكان هو قاعد بياكل مشمش، وبعد ما خلص رمى النواة اللي هي البذرة في جنينة بيته وطلب منها انها بأمر من ربنا انها تبقى شجرة ومثمرة، وعلقت ماري انها هي والناس اللي كانوا معاها. لقوا في ساعتها الارض بتتغير وجزع طلع من الارض وارتفع بأغصانه، وفجأة الشجرة بقت كلها مشمش مثمر عادي جدا، والشجرة دي ما زالت موجودة لحد النهاردة في بيت دكتور داهش. تفسيرات كتير بتقول ان الدكتور داهش ده رجل مشعوذ ودجال، وتفسيرات تانية بتقول ان عنده قدرة كبيرة على التنويم المغناطيسي لأي شخص علشان كده كان بيقنعهم ان هم شايفين معجزات، وتفسيرات تانية مؤمنة ان الدكتور داهش ده راجل عنده قدرات خاصة ربنا وهبها ليه، واللي كان بيقول انها مش بإرادة منه لكنها كانت بإذن من ربنا. اتوفى دكتور داهش سنة 1984 في نيويورك، وتم تحنيط جثمانه واتحط في بيته اللي تحول لمتحف كبير موجود لحد النهاردة في أمريكا، وأفكاره الفلسفية والماورائية مازالت بيتم دراستها في الجامعات الأمريكية، ومازال أتباعه من الداهشيين موجودين للحظة دي ومؤمنين بأفكاره وبقدراته الخاصة والخارقة، وليه كتب كتير جدا كلها تحت اسم الداهشية. سلام عليكم.